أحسن الله إليكم. عين عين سين يقول: ما حكم إزالة الأسنان الطبيعية وتركيب أسنان صناعية بدلا منها؟ هل هذا جائز شرعا، علما بأن الأسنان الطبيعية تؤدي الغرض المطلوب منها إلا أنها بدرجة أقل؟ إذا كانت الأسنان الخلقية باقية على خلقتها ومصلحتها وليس فيها عيب وليس فيها نقص فإنها تترك ولا تغير، لأن هذا من تغيير خلق الله بغير مصلحة راجحة. فتبقى الأسنان إذا كانت تؤدي وظيفتها وليس فيها تشويه وليس فيها ضرر على صاحبها. أما إذا كان فيها خلل تحتاج إلى علاج فإنها تعالج بما يزيل الضرر عن صاحب الأسنان. نعم.